السلام عليكم. بغيتي لومينال اللي غادي 220 فولت ديريكت ولا بغيتي ديال ترانسفور؟ هذا السؤال كيطرحوا علينا دائما السيد اللي غادي نشريو من عنده لي لومينير. خصنا نعرفوا شنو الدور ديال ترانسفورماتور اولا كيف ما كنسميو حنايا باللونجلي درايفر. الدرايفر اولا ترانسفورماتور فهو كيلعب دور ديال الريغلاج ديال الجهد اللي شدة التيار اللي خارجة من بريز دليمونطاسيون اولا السيركوي اللي عطينا للمونطاسيون وما بين المستقبل اللي هو في هاد الحالة لو ليمينير. هنا كنسنجو الدور ديال ترانسفورماتور كيلعب الدور ديال بطبيعة الحال تيحافظ لينا على الجهد ديال البولة. فإلا كان عندنا شي ليمينير غالي أحسن أننا نشوفو لا فيغسيون اللي مرتبطة بالترانسفورماتور. عندو دور آخر هو أنه كيحافظ لينا على الجهد، غير ما أنه كيحافظ على التلف ديال البولة كيحافظ لينا على الجهد ديال البولة. كونتخيغمون ليمينير اللي كيكون غادي مبرونشي 220 فولت نيشان فكيفقد 20% من الفعالية ديالو. ولكن من ناحية ديال بيان سور لونتروتيان ف 220 فولت اسهل. كذلك هذا الا كان عندنا مشكل ف لا كاليتي ديال ترانسفورماتور فدائما غيبقى يتحرق لكم هذا الترانسفورماتور ودائما خصكم تبقاو تفقدوا. دونك من غير ما ملي كتفقدوا الترانسفورماتور اوريجينال ديال لو ليمينير فغتعولوا اشاك فوا غيبقى يتحرق لكم هذا لو ترانسفورماتور غتبقاو تفقدوا فيه. دونك كيسيون دو دونتروتيان غتكون يعني بصفة مترددة. دونك هنا كنسنجو إلا كان عندي شي ليمينير غالي وواعر بغيت نحافظ على السلامة ديالو فهنا ندير ترانسفورماتور لأنه كيحافظ ليا. إلا كان شي كوب سيركوي كيجي كيوصل ترانسفورماتور مكيلحقش البولة. إلا كان عندي مشكل أشاك فوا خاصني نبقى نبدل هاد لو ترانسفورماتور مثلا الا غنهضروا على لي ليمينير اللي كيكونوا يعني دي مانيير يعني انستالي دي مانيير انديريكت او دي مانيير ديسكري بحال لي ريبون ليد بحال لي كلاراج بريفيرال جينيرالمون هنا كيكون عندي مشكل في لونتروتيان باش الا تحرق لي ترانسفو مثلا ديال داك لو ريبون ليد خاصني اشاك فوا نقلب عليه ونبدلو باش نيفيتي هاد المشكل هذا نبرونشي 220 فولت ديريكتومون. هذا ما كان